السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على قطاع غزة، ونناقش فيها استمرار الاحتلال بارتكاب مجازر في قطاع غزة وتوجهه لعمليات تدمير ممنهجة للمباني في غلاف غزة وسط اتهامات لقوات الاحتلال بتهجير المدنيين، في وقت ما تزال فيه المفاوضات جارية وتنتظر موقف حكومة نتنياهو من رد حماس التي أكدت التزامها بملف الأسرى الفلسطينيين، وأكدت أيضا مطالبها بإيقاف كامل لإطلاق النار. سنخرج إلى فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ينضم إلينا في هذه التغطية عبر سكايب من الضفة الغربية الكاتب والصحفي والفلسطيني عمر نزال، حياكم الله أستاذ عمر. حياك الله. أهلا بك، كما تنضم إلينا عبر سكايب من رام الله الناشطة والكاتبة السياسية الأستاذة فادية البرغوثي، حياكم الله أستاذة فادية. حياكم الله، أهلا وسهلا أخي الكريم. أهلا بك. وعبر الهاتف سيكون معنا من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذ ضياء الشمري، حياكم الله أستاذ ضياء. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أهلا بك. لعلي أبتدأ معك أستاذ عمر نزال، يعني في ظل ما يجري واستمرار هذا العدوان لأكثر من 120 يوم، كيف تصف الموقف السياسي لحكومة نتنياهو بعد كل هذه الضغوط التي تتعرض لها؟ نعم، أولا مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه مع دخول الحرب شهرها الخامس هذه الأيام، لا زالت يعني آلة الحرب الإسرائيلية تواصل تدميرها ومقتها بأبناء شعبنا في قطاع غزة، وهذا وإن كان يعني غير معلم بأنه أحد أهداف الحرب، لكنه عمليا بات يشكل بالفعل أحد أهداف حرب الاحتلال على غزة، لجهة يعني جعل هذه المنطقة غير قابلة للحياة وغير قابلة للسكن، وهذا شكل من أشكال التهجير الذي يعني تسعى إليه حكومة نتنياهو وبالذات أقطابها الأكثر يمينية. أما فيما يتعلق يعني طبعا هذا ليس بالضرورة أن يتحقق، ولكن أنا أقول بأنه أحد الأهداف لذلك، ورأينا التدمير الممنهج على الأقل الشريط الحدودي بعمق حوالي 600 إلى 1 كيلومتر على كل غلاف غزة أو على المنطقة الشرقية المحاذية لحدود كيان الاحتلال. على الصعيد السياسي يعني حكومة نتنياهو وإن كانت كل المؤشرات تدلل بأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة وتعيش أيامها الأخيرة، ولكن نتنياهو علينا أن نتذكر بأنه أكثر شخص ربما يجيد اللعب على الحبال، وهو بالفعل يعني يحاول لملمة كل التناقضات سواء داخل كيان الاحتلال، داخل أقطاب حكومته أولا، داخل أقطاب حزبه حزب الليكود ثانيا، ومع مكونات مجتمع كيان الاحتلال من جهة ثانية، والأهم من ذلك بين كل هذا وبين موقف الولايات المتحدة الذي قد يتميز يعني بشكل أو بآخر وفي بعض المحطات وفي بعض القضايا التفصيلية عن موقف الاحتلال، وبالتالي لا زال نتنياهو يمسك بكل خيوط اللعبة حتى هذه اللحظة، وواضح بأن نقطة الانفجار ونقطة التحول لم يأتي أوانها بعد، طالما يعني هناك قدرة لدى نتنياهو على الإمساك بكل هذه الخيوط، خاصة وأن الأقطاب الأخرى في حكومة نتنياهو أولا ليس لديها فكرة أوضح من نتنياهو بالمناسبة، والولايات المتحدة أيضا لم تصل إلى خطتها التي تتحدث عنها، خاصة فيما يتعلق باليوم التالي للحرب في ظل مواجهتها لمعيقات يعني فلسطينية أولا وإقليمية ثانيا، وربما كانت يعني جولة وزير الخارجية الأخيرة التي لا زالت مستمرة حتى اليوم هي يعني واحدة من المحاولات لإعادة ترتيب المنطقة والإقليم بما يضمن يعني بقاء الاحتلال واستمرار أمنه
وتقديم وعود كاذبة وزائفة للشعب الفلسطيني حول الحديث عن حول الدولتين. نعم أستاذة فادية، يعني أيضا أسألك عن موقف حكومة نتنياهو من هذه يعني المفاوضات، هل تبدو لك هذه الحكومة جادة بالفعل في دراسة ملف المفاوضات بشكل عام، خاصة مع تأكيد نتنياهو أنه يعني مستمر بعدوانه بآلة الحرب وقتل الفلسطينيين وتهجيرهم من القطاع؟ بأن هذه الحكومة تتكون من جزئين، تتكون من نتنياهو وتتكون من باقي أعضاء الائتلاف والمتنفذين في هذا الائتلاف كسموتريتش وبن جفير. فبالتالي نحن نتحدث عن نتنياهو الذي يعلن أنه لا يريد وقف الحرب وأن لديه أهداف يريد أن يحقق هذه الأهداف. نتنياهو كما يعلم الجميع بأن هوسه وخوفه هو اليوم التالي للحرب، فهو معني من إطالة هذه الحرب بغض النظر عن تحققت أهدافها أم لم تتحقق أهدافها، أعاد الأسرى أم لم يعيدهم، كل ذلك لا يعني شيء لنتنياهو. هدفه الوحيد هو إطالة فترة الحرب. إطالة فترة الحرب تعني لنتنياهو بقاء حكومته، تعني لنتنياهو استمراره أو تأجيل محاكمته وإطالة الفترة السياسية. نحن نعلم أنه في نهاية أيام السياسية وهذه الأيام ستنتهي بمجرد وقف الحرب، فبالتالي هو يطمح للاستمرار. نتنياهو لا يأبه بالقوانين الدولية، لا يأبه بالعلاقة التي يعني تتجه للتردي مع الولايات المتحدة ولا مع مصر، حتى التطبيع الذي يعتبر إنجازا. نعم هذا بما يتعلق بعلاقات هذا الكيان مع الدول لربما الإقليمية والدول في المنطقة، ولكن داخليا ألا يخشى نتنياهو من إسقاطه داخليا إذا ما استمر بهذه الحرب الفاشلة برأي كثير من الخبراء؟ للأسف الشديد يعني نحن نعلم أن نتنياهو يدرك أن هذه المعركة هي فرصة الأخيرة، والائتلاف أيضا يدرك أن هذه المعركة هي أيضا وهذه الحكومة هي الوجود السياسي الأخير لهم للفشل الذي حققوه. فبالتالي يحاول نتنياهو مع بن جفير وسموتريتش الحفاظ على هذا الائتلاف. العديد من التحديات، الفشل في تحقيق الحرب، الفشل أهداف الحرب، الفشل الداخلي، الأعباء المادية المترتبة على الحرب، قطاعات يعني كاملة تدمرت اقتصاديا بسبب الحرب، كل هذه الأسباب تهز عرش نتنياهو وتدق المسامير في هذه الحكومة. لذلك نتنياهو ومن معه يحاولون التمسك بهذه الحكومة من خلال إطالة أمد الحرب. نحن نرى الاحتجاجات في الشوارع لم تتوقف من قبل أهالي الأسرى، وصرخات المتضررين من اقتصاديا من الحرب، أهالي غلاف غزة ومناطق الشمال الذين خرجوا منها ويمكثون في الفنادق وفي مساكن مؤقتة يعني ينادون. كل هذه الضغوط، أيضا الغطاء السياسي الذي رأينا كما تحدث بايدن، ولو كان قد يكون لمخاطبة الإعلان لكنها هي خطوات جديدة ونبرة جديدة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع البقاء في تأمين الغطاء السياسي، خاصة إذا اتجه نتنياهو نحو رفح. فبالتالي الضغوط عديدة خارجية وداخلية تحيط بهذه الحكومة، وفي المقابل هناك تمسك شديد في بقاء هذه الحكومة كونها يعني المسمار الأخير في حياة نتنياهو وفي وجود اليمين المتطرف لفشله الكبير الذي أثبته أمام جمهوره. نعم طيب أنتقل بالسؤال هنا إلى الأستاذ ضياء الشمري، حياكم الله أستاذ ضياء. يعني بصفتك رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا، أسألك عن مدى خطورة ما يقوم به الاحتلال في الحدود مع قطاع غزة، ولماذا تتصاعد المخاوف من المنطقة العازلة، خاصة أن اليونيسيف حذرت من تصعيد القتال في رفح
وأنه سيمثل لربما تحولا مدمرا آخر في الحرب. حقيقة السبب الأول والأخير هو انتهاكات لحقوق الإنسان من بداية الحرب ولحد هذه اللحظة. هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان ما يحصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي المشكلة كبيرة هذه تواجه العالم بالأكمل. هنالك تقارير دولية وهنالك تقارير من المواقع الموجودة فيها المنظمات الحقوقية في قطاع غزة تنادي وتناشد المجتمع الدولي الوقوف وقفة جدية أمام هذه الحكومة التي لا تمتلك القيم الإنسانية للحفاظ على حقوق الإنسان المتواجدين، حتى يعني تدمر كل شيء، تدمر المباني، تدمر البنية التحتية، لا يوجد ماء، لا يوجد غذاء، وتمنع كل شيء من الوصول، حتى المستشفيات لا تخلى من عملياتها الإجرامية. والمجتمع الدولي يرى هذا الموضوع، وإلى متى يبقى هذا المجتمع الدولي ينظر إلى الانتهاكات لحقوق الإنسان والإدانات الموجودة ضد الكيان بانتهاكات لحقوق الإنسان؟ حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي متعاطفة مع الكيان الصهيوني 100% رأت نفسها في عزلة دولية أمام ما يحدث في قطاع غزة. لهذا السبب احنا نرى التصريحات في الولايات المتحدة الأمريكية تحث الكيان الصهيوني بوقف جزئي، بوقف وبعدم الاستمرار بالمعارك والإبادة الجماعية. هنالك إبادة جماعية ومحالة هذه القضية للمحكمة الجنائية الدولية، وأقرت المحكمة الجنائية الدولية بهذه الأمور. ولكن الكيان أو حكومة نتنياهو لا تقبل بوقف إطلاق النار، ولا تقبل إرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا القطاع خوفا من استمرار الشعب مالها. هنالك تذمر شعبي حتى في داخل إسرائيل، والتذمر الشعبي كبير. احنا نرى فيما يحدث في تل أبيب والمناطق الأخرى من الانتهاكات لحقوق الإنسان وحتى الأسرى. يعني هذه الحكومة حتى أسراهم الموجودين في قطاع غزة لا تهتم إلى هذا الموضوع، وتعتبرهم ضحايا حرب لحد هذه اللحظة، وتتهم المقاومة الفلسطينية بقتل هؤلاء. وإحنا نرى والأفلام ترى أنه معاملة الأسرى الموجودين هي معاملة إنسانية بغير ما يعامل الأسير الفلسطيني في فلسطين أو في إسرائيل. طيب أستاذ ضياء، يعني في ظل كل ما تفضلت به وكل ما يجري من إجرام هذا الكيان، ما قيمة هذه التدابير وهذه التوصيات التي أطلقتها محكمة العدل الدولية؟ ومن المفترض أن يكون هناك تقارير أو تقرير شهري يعده الكيان لرفعه إلى المحكمة بعد هذه المدة. ما قيمة هذه القرارات وهذه يعني التوصيات في ظل كل ما يجري؟ المحكمة الدولية أعطت لإسرائيل مجال شهر لإبداء التبريرات والتوضيحات والإجراءات التي تتخذها بعدم الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات لحد الآن من دولة إسرائيل لم تقم بهذه الإجراءات. لحد الآن صار أسبوع أو أكثر من أسبوع من إصدار هذا القرار من المحكمة الدولية، ولحد الآن لا تستمر إسرائيل ولا لديها برنامج واضح تعرضه للمجتمع الدولي حتى توضح. إذن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل بالإجراءات التي أعطتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر، وماذا فعلت بهذا الشهر؟ هسه راح يصير نصف شهر، ولحد الآن لم تقم إسرائيل بإجراءات جدية من أجل إنقاذ المواطنين أو المدنيين الموجودين في إسرائيل، إذا كان الدواء وإذا كان الغذاء وإذا كانت المستشفيات وإذا كانت البنية التحتية. ماذا تريد إسرائيل؟ إسرائيل تعتمد على الإبادة الجماعية، وهذا واضح من خطابات المسؤولين الإسرائيليين. طيب
أنتقل بالسؤال هنا إلى الأستاذ عمر. أستاذ عمر، كيف تقرأ موقف الإدارة الأمريكية؟ هل هي أقرب للنفاق السياسي بما يتعلق بموقفها من الكيان الصهيوني في هذه المرحلة، أم أنه حقيقة الولايات المتحدة يعني تمارس ضغطا ما على هذا الكيان لتخفيف وطأة إجرامه على الفلسطينيين؟ يعني من حيث المبدأ يجب أن ننظر إلى هذه التباينات والخلافات بين الإدارة الأمريكية وقادة كيان الاحتلال على أنها خلافات داخل البيت الواحد، هي مجرد اجتهادات في كيف يمكن يعني تثبيت هذا الاحتلال واستمرار وجوده كراعي وحامي لمصالح الولايات المتحدة ولمصالح الدول الاستعمارية عموما. وبالتالي الخلافات الموجودة أو التي تبدو وكأنها خلافات هي بالأساس تسعى يعني لمحاولة تأثير أو التقليل من تأثير هزيمة الاحتلال التي كانت في 7 أكتوبر ولا زالت تستمر حتى هذه اللحظة نتيجة عجز الاحتلال عن يعني تحقيق أي إنجازات أو أي من أهدافه في هذا العدوان، وبالتالي خسارة الاحتلال بدت واضحة جدا. الاحتلال لا زال يكابر ويقول بأن بإمكاني أن أفعل وسأستمر إلى منطقة رفح وإلى كل جنوب أستاذ عمر. نعم أستاذ عمر، ولكن كان هناك تصريح كما تعلم لجو بايدن بأن ممارسات بعض المتطرفين الصهاينة خاصة في الضفة الغربية لربما تشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي، ولذا فإنه سيفرض عقوبات عليهم. نعم، هذا ما كنت سأنتهي إليه، يعني بأن الولايات المتحدة توفر غطاء كاملا لكيان الاحتلال في كل هذه الجرائم. ورأينا الأسبوع الماضي في جلسة مجلس الأمن التي تقدمت فيها المشروع الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، لا زالت الولايات المتحدة توفر الغطاء الكامل لكيان الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم. ولكن من جهة أخرى إدارة بايدن التي تدرك بأن الحملة الانتخابية باتت على الأبواب هي تريد يعني تحقيق بعضا من مصالحها، وبالذات تريد الحفاظ على الصوت العربي والصوت المسلم في الولايات المتحدة. وكان هناك طلب من إدارة حملة بايدن للقاء ممثلي الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، لذا هذه التصريحات يمكن قراءتها في سياق غير الرماد في العيون وفقط إرسال رسائل للداخل الأمريكي بأن الإدارة هذه هي يعني موضوعية وبأنها تمارس نوع من الضغوط على الولايات المتحدة حتى لا تصبح الولايات المتحدة بشكل علني وأمام جمهورها شريكا في جرائم الإبادة الجماعية، خاصة وأن هناك أيضا بعض الدول مثل نيكاراغوا التي تقدمت أو تنوي التقدم إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من دول الغرب. وبالتالي الولايات المتحدة أيضا في موقف حساس، ولكنها يعني تحاول اللعب على مختلف الحبال، ولكن بشكل جوهري هي لا زالت تعطي الضوء الأخضر بشكل كامل لكيان الاحتلال. إذن هل في مصلحة الولايات المتحدة الآن وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق أي اتفاق؟ لا، بكل تأكيد حتى هذه اللحظة لا، ولو أرادت الولايات المتحدة ذلك لفعلته، ولكانت قادرة على أن تفرض قرارها هذا على كيان الاحتلال. هي تريد استمرار العملية وتعطي مزيدا من المجال لحكومة الاحتلال النازية لاستمرار جرائمها واستمرار هذه العملية، ولكنها تريد أن تبقى هذه العملية مضبوطة بما لا يؤثر عليها في الداخل في الحملة الانتخابية، وبما لا يؤثر على مكانة كيان الاحتلال، وبما لا يؤثر على اتجاهات توسعة الحرب في الجبهات الثانية، وبالتالي يعني انفتاح هذه الحرب إقليميا بشكل واسع. هذا بالتأكيد ترفضه الولايات المتحدة وهي غير جاهزة له، وبالتالي هي تريد الإبقاء على ذلك ضمن ضوابط وضمن قيود محددة. نعم أستاذة فادية، يعني مع إصرار الولايات المتحدة لربما على إعطاء الكيان الصهيوني الضوء الأخضر بالاستمرار في هذا العدوان، و يعني حديثها الإعلامي فقط لربما عن موضوع ضرورة وقف إطلاق النار والتخفيف من وطأة يعني قتل المدنيين، كيف تقرأين مستقبل أي مفاوضات ومستقبل هذه المفاوضات ورد حركة حماس على المقترحات عليها؟
حقيقة لقد جاء رد حركة حماس كان ردا واضحا ويشمل كافة التفاصيل. وضعت حركة حماس الاحتلال الصهيوني وضعت نتنياهو في مأزق فيما في الرد الذي وضعته بهذا الوضوح والموافقة الإيجابية كما قيل على الإطار العام الذي قدم في باريس. فبالتالي هذا الرد وضع حكومة نتنياهو أمام خيار، إما بالقبول واستمرار المفاوضات وإما بالرفض. المستقبل هذه المفاوضات يتوقف على عدة عوامل، يتوقف على وضع هذا الجيش في غزة، ونحن نعلم جميعا بأن تحقيق الأهداف بات يعني عملية فاشلة. يحاول نتنياهو إطالة المدة أيضا على أمل أن يتمكن من تحقيق هدف واحد يواجه فيه جمهوره، خاصة أنه أمام خسارة كبيرة من الجنود، وخسارة أيضا كل فترة يعلن عن مقتل عدد من الأسرى. فبالتالي هذا ضغط على حكومة نتنياهو أيضا، كما تحدثنا عن الضغوطات في عملية شكل الاعتداءات وشكل القصف، وبالتالي هي إضعاف أيضا اللي هي التخفيف من القصف الجوي والتركيز على العمل البري والتقليل من عدد من قتل المدنيين. فبالتالي هذا إضعاف للهيمنة التي كانت من خلال القصف الجوي، وأيضا موقف الولايات المتحدة كما تحدث ضيفكم الكريم. فبالتالي كل هذه الأمور تدعم من جهة على أو تضغط على نتنياهو للموافقة، لكن نتنياهو أيضا يدرك أن لتطبيق المرحلة الأولى أو البداية في صفقة يعني نجاح للمقاومة. يعني إذا تمت المرحلة الأولى نحن نتحدث عن 3 مراحل كما أذكر 45 يوم، فنحن نتحدث عن 35 يوم، فبالتالي هذا عمليا نهاية للمعركة، دخول طيب، على ماذا يعول نتنياهو؟ يعني هل يراهن على موضوع الوقت؟ هل الوقت في صالح نتنياهو؟ هل يعول على دعم أمريكي؟ على ماذا يعول في مماطلته هذا؟ نتنياهو يعول بداية على الضغط على المدنيين في قطاع غزة، تجويع المدنيين، الضغط عليهم، إرهابهم، كما سمعنا بالأمس التلويح نحو رفح، وبالتالي إرهاب الموجودين في رفح، الضغط على مصر، ونحن رأينا الموقف المصري في رفض تهجير الغزيين الموجودين في قطاع في منطقة رفح. نتنياهو يراهن على الوقت في تحقيق الأهداف، يراهن على تركيع المدنيين، تجويع المدنيين في قطاع غزة. الورقة يعني الوحيدة الرابحة في يد نتنياهو هو شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا شعبنا الفلسطيني في غزة خرج من تحت الرماد مبايعا عند المقاومة مناديا للصمود، لكن هذا لا ينفي الظروف الصعبة التي يعيشها نصف مليون فلسطيني في شمال القطاع ومليون ونصف في وسط غزة وفي رفح. فبالتالي هذه الورقة التي يحاول نتنياهو الضغط عليها. الغطاء الأمريكي هو كما يعني سمعنا يعني بايدن يطلب من نتنياهو قتل الفلسطيني بصمت أو قتل الفلسطيني بهدوء، ويعني الهدف الوحيد الذي يسعى له بايدن هو عدم التأثير عليه في حملته الانتخابية. لا ندري إذا وصل بايدن لمرحلة شعر فيها أن استمرار هذه الحرب قد تطيح به. سمعنا أن الجالية الفلسطينية والجاليات العربية رفعت شعارا بأن لن يكون هناك جولة ثانية لبايدن، وسيدفع بايدن مستقبله السياسي نتيجة لتغطيته لإبادة شعبنا في قطاع غزة. فبالتالي أيضا
سمعنا أيضا هناك عن قانون ليهي الذي تم التلويح به، وهناك قانونيين وحقوقيين ينوون رفع قضايا بأن ممارسات وتمويل الولايات المتحدة لجيش الاحتلال من خلال هذا التمويل هناك ارتكاب لمجازر وارتكاب لمخالفات لحقوق الإنسان، وهذا يشكل خرقا أساسيا لقانون من قوانين الولايات المتحدة. كل هذه الضغوطات قد تدفع ببايدن التحرك في كما نرى في اليمن، والضغط على الملاحة البحرية، طيب. الضغط في جنوب لبنان، كل هذه العوامل قد تدفع إذا يعني اتحدت مع بعض. أهم شيء لدينا هو صمود وثبات المقاومة والضربات المتتالية التي توجهها لجيش الاحتلال، فهي خسارات متتالية. وأنا أيضا أتوقع إذا مني جيش الاحتلال بأكثر من ضربة موجعة، أيضا هذا سيحرك الشارع الإسرائيلي الذي بات على قناعة أن العديد من جنوده يموتون يوميا وعشرات الآلاف من طيب. المعاقين. يعني كل هذه الأمور ضاغطة. طيب أستاذ ضياء، يعني مع كل هذه التحذيرات المطلقة من قبل منظمات ومؤسسات إنسانية ودولية بخطورة الوضع الذي بات الآن في قطاع غزة، خاصة مع وجود عدد كبير من الفلسطينيين في منطقة رفح وتهديد بعملية عسكرية هناك، برأيك هل يكفي الدعم والتغطية الأمريكية لحكومة نتنياهو ولهذا الكيان؟ هل تكفي لإسكات العالم سكوتا مطبقا، لا أحد يجرؤ على قول لا لهذا الكيان، وإنما لربما ذهبت بعض الدول إلى حد التواطؤ؟ لماذا لا يكون للمجتمع الدولي دور فعلي في إيقاف هذه الحرب وكبح جماح هذا الإجرام الإسرائيلي؟ هنالك تحركات دولية بهذا الخصوص، بخصوص الحرب والانتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة والإبادة الجماعية. هنالك كل أنظار العالم متجهة لهذا الموضوع. التحركات والدعم الموجود، الدعم الأوروبي والدعم البريطاني والأمريكي للكيان إسرائيل، هو موجود من هذه الدول ومدعومة. لحد الآن هم لم يوقف الدعم ولم يتكلموا مع إسرائيل بكلمات جدية بإيقاف هذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل. احنا نرى ونشاهد انه بعض التصريحات من المسؤولين الأمريكان ومن المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين بوقف الحدة من قتل المدنيين. هنالك حرب إبادة جماعية، هنالك تدمير للبنية التحتية لقطاع غزة، هنالك تدمير المستشفيات وقصف المستشفيات وحول المستشفيات. إذا لا توجد مناطق آمنة للمدنيين الموجودين في قطاع غزة، يعني ترى العالم ويرون هذا ولكن لا يعملون شيء ضد إسرائيل، لأن إسرائيل هي الشاب المدلل الموجود في هذه المنطقة، أو هي القاعدة المهتمين فيها كل الدول الغرب في هذه المنطقة. هم دول غازية وغزت هذه البلاد. الموضوع ليس متعلق بالدول الأوروبية، الدول الأوروبية تدعم إسرائيل لحد هذه اللحظة. يعني احنا ما رأينا دولة قالت لإسرائيل أوقفوا واحنا نقطع واحنا يعني، وحتى لو كان تهديد وبصفة تهديد انه عدم ارتكابها لهذه المجازر، لو نسمع الأخبار المتداولة في الصحافة الأوروبية لا يشيرون إلى هذه المجزرة الذي تحدث، بقدر ما تشير إلى التواصل الاجتماعي وبعض المحطات العربية التي تنقل ما يحدث في انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة. الموضوع لربما أستاذ ضياء لربما على العكس، يعني بالدعاءات غير مثبتة من قبل جيش الاحتلال ومن قبل حكومة الاحتلال لتواطؤ بعض موظفي الأونروا
دون التحقق تم قطع المساعدات عن هذه الوكالة. نعم، هذا هو الأمر الطبيعي. هناك تغاضي بعض حتى الأخبار الذي ترد إلى الشعب الأوروبي بعكس ما ترد إلى المجتمع العربي. الموضوع يختلف اختلافا تاما. هنا المعركة تدور بين حماس ودولة إسرائيل، ليست بين دولة إسرائيل لتدمير وانتهاك كل حقوق الإنسان في أبناء الشعب الفلسطيني. إنه هنالك يروجون للأمر، هنالك قوتين، قوة الخير اللي هم يعتبروها إسرائيل، وقوة الإرهابية اللي يعتبروها حماس. الموضوع في أوروبا يقاس على هذا الأساس بالمحطات التلفزة ومحطات الأخبار ومحطات وكالة الأنباء الأوروبية. ليست هنالك أمر واضح، لأنه انحياز 100% إلى الجانب الإسرائيلي وليست إلى جانب المواطنين والانتهاكات لحقوق الإنسان، ولا يتكلموا وإنما يتكلموا بمواضيع بسيطة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا القطاع. وحتى لا يتكلموا يقولون أنه سببها المقاومة الفلسطينية، لأنه هم يريدون القضاء على المقاومة الفلسطينية الفتح العفو حماس. لهذا السبب هم موجودين في هذا الخندق. الخندق هم عندهم خندقين، خندق الإرهاب وخندق الدولة المسالمة العزل الذين قاعد تنتهك حقوقهم حماس. المشكلة ليست هذا في الدول الغربية، المشكلة في الدول الغربية. يجب على الشعب الأوروبي أن يعي ويعرف ماذا يحدث في هذه المنطقة. احنا نوضح هذه الأمور بالمحاضرات والمظاهرات والاعتصامات ماذا يحدث في قطاع غزة، ولكن هنالك وكالات أنباء كبيرة جدا. بهذه المناسبة أستاذ ضياء، هل لمستم زيادة في الوعي الشعبي والاجتماعي لدى الغرب بمسألة المظلومية الفلسطينية ويعني كذب وزيف السردية الصهيونية؟ نعم، هنالك تراجع كبير، ليست الكبير بما نطمح له، ولكن هنالك في الطبقة المثقفة، الطبقة الذي تحب أن تعرف المعلومة الأصلية ومن هي المعلومة الأصلية، هنالك طبقة مثقفة واعية، وهنالك منظمات أيضا تدعم هذه، وهنالك تيارات سياسية موجودة في داخل أوروبا تدعم ما تقوله الفلسطينيين، تدعم أنه هذه الإبادة هي إبادة جماعية. الانتهاكات لحقوق الإنسان خرجت عن أصولها الحقيقية الموجودة حتى في حالة الحرب. هنالك حماية هنالك حماية للمواطنين العزل الموجودين في هذه المنطقة. نعم أكو انحياز، ولكن ليس الانحياز الكبير ما نتوقع. هنالك مظاهرات، لم تصل المظاهرات بالمليونية، ولكن هنالك مظاهرات واعتصامات يعني تقريبا أسبوعيا موجودة في أوروبا. هناك يعني زيادة لربما في الوعي. هنالك زيادة، وليست بالأمر، لأنه الصحافة الأوروبية تنقل عكس ما هو موجود، تنقل بلسان إسرائيل. يعني حتى نعم يعني حتى هذه المسألة لربما هناك تكشف لهذه الازدواجية التي تمارسها وسائل الإعلام الغربية. أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ عمر. أستاذ عمر، كيف قرأت شروط حركة حماس لتثبيت أي اتفاق مع الكيان الصهيوني؟ هل هذه الشروط باعتقادك واقعية وقابلة للتحقيق بناء على صمود المقاومة؟ نعم، يعني أولا علينا العودة إلى اتفاق الإطار الذي رسم في باريس، والذي يعني رسمته هي الأجهزة والأطراف المعادية للشعب الفلسطيني، بشكل خاص المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وإن كان ذلك قد تم بحضور ممثل عن القاهرة. وبالتالي اتفاق الإطار في باريس كان سيئا جدا، وكان ضد مصلحة المقاومة، وكان يراد منه أن تقول له المقاومة لا، وبالتالي أن يحشروها في زاوية بأنها المسؤولة عن
استمرار الحرب العدوانية على غزة، لكن المقاومة تعاملت بطريقة ذكية جدا مع هذا الموضوع وقالت نعم ولكن، وما بعد كلمة لكن هو الأهم، ما بعد كلمة لكن هو ما أضافته المقاومة على يعني تعديلاتها وخارطة الطريق التي قدمتها بدءا من اليوم الأول للهدنة وانتهاءا بانتهاء تام لهذه الحرب، بما في ذلك عملية التبادل وبما في ذلك يعني إعطاء صبغة سياسية لهذه الصفقة التي كان يراد منها فقط أن تكون من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، لكن المقاومة حولتها لعملية شاملة يعني تنص على يعني رفع الحصار وتنص على إعادة الإعمار وتنص على إعادة الحياة لغزة وليس فقط إعادة الإعمار. والأهم من ذلك بأنها ربطت كل هذا بالضفة الغربية عندما تحدثت عن موضوع الاقتحامات واستباحة المسجد الأقصى، وهي النقطة بالمناسبة التي فجرت أو كانت أحد أسباب عوامل تفجير السابع من أكتوبر على الأقل وفق ما عبر عنه في حينه القائد محمد ضيف في خطابه يوم السابع من أكتوبر، قال أن ما يجري في الضفة وهذه الاقتحامات إلى المسجد الأقصى هي التي يعني سرعت أو يعني كان لها ارتباط بتوقيت عملية السابع من أكتوبر. وبالتالي وضع كل هذه الرؤية الشاملة من قبل فصائل المقاومة أعتقد أنه كان بذكاء شديد، هي لم ولربما تكن هنا جرى التأكيد على ضرورة أن يعود الوضع في المسجد الأقصى اللي ما قبل عام 2002. عفوا ما سمعت. أقول لربما يعني بمناسبة ما يجري في المسجد الأقصى في هذه النقطة جرى التأكيد على ضرورة أن يعود أو تعود الأمور إلى ما قبل عام 2002. نعم صحيح تماما، هذه مسألة مهمة بمعنى وقف كل الاقتحامات والانتهاكات وتدنيس المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين، وهذه المسألة ليست فقط دينية بل هي أيضا مسألة سياسية ومسألة سياسية بالنسبة للفلسطينيين على المقدسات الإسلامية وحتى ما هو أبعد من ذلك حول الوجود الفلسطيني في القدس الذي بات مهددا وباتت القدس تتهود أكثر وأكثر، وحتى بموافقة ودعم أمريكي عندما وافقت الولايات المتحدة على نقل سفارتها إلى القدس الغربية واعتبرتها عاصمة لكيان الاحتلال. وبالتالي هذه المسألة ليست فقط دينية وليست فقط شكلية، هي مسألة تتعلق بالسيادة. وبنفس الوضعية المقاومة أيضا طالبت مثلا بعودة التعامل مع الأسرى إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر، والذي كان الأسرى قد حققوا مطالب وإنجازات واسعة جدا وظروف يعني اعتقال معقولة إلى حد ما. هذا ما قلته بأن يعني ذكاء المقاومة تمثل بهذه المسألة. المسألة الثانية بأن موضوع ربط غزة بالضفة هو أيضا مسألة سياسية التي كانت يعني تؤكد صوابية توجه المقاومة بفصائلها المختلفة بإعادة الربط بين الضفة الغربية وغزة، وأنه لا يمكن الحديث عن تهدئة في غزة دون الحديث عن تهدئة في الضفة، وأنه لا يمكن الحديث عن دولة في غزة لوحدها أو في الضفة لوحدها. نحن نتحدث عن كيان فلسطيني واسع، وأن الموضوع الحديث عن يعني حل الدولتين وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية لا يمكن أن يمر بهذه الطريقة، وأن الحديث عن الدولة المستقلة وفق الرؤية الفلسطينية التي تربط الضفة بالقطاع جغرافيا وبنظام سياسي واحد هو ما يطمح إليه الشعب الفلسطيني وما يريد أن يحققه. نعم. طيب أستاذة فادية، يعني هناك كما تعلم ارتفاع بعدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6940 أسيرا بعد السابع من تشرين الأول الماضي بحسب نادي الأسير الفلسطيني، يعني وعلى ما أعتقد أن يعني بالإضافة إلى كونك ناشطة وكاتبة سياسية أنت أيضا زوجة أسير، نسأل الله أن يفرج عنه ويطلق سراحه في القريب العاجل. أسألك عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين خاصة بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول. بداية يعني أنا سأتحدث عن جانبين،
الجانب الأول، أنا بالفعل زوجة أسير فلسطيني، يعني مجموع سنوات اعتقاله 9 سنوات، الاعتقال الأخير هذا الاعتقال 16 شهرا، وأيضا أنا والدة أسير فلسطيني، أيضا ابني طالب في كلية الهندسة في جامعة بيرزيت أيضا اعتقل بعد 7 أكتوبر. ظروف الاعتقال يعني كنا على الأقل نستطيع معرفة أخبار أسرانا، كنا نتمكن من زيارتهم مرة شهريا، كنا نتمكن من إرسال النقود لهم، ونوعا ما نتأكد بأنهم يتلقون طعاما كافيا، ملبسا مناسبا، كنا ندخل الملابس للأسرى، وكان هناك محامين يستطيعون تطميننا عن أسرانا، وزيارات شهرية من خلال الصليب الأحمر. لكن ما بعد 7 أكتوبر، وبعد يعني كان يعني خليني أقول أننا كان هناك انعطافة، الاحتلال سيء بكافة وجوهه، هو سيء، لكن ظهر وجهه الحقيقي وإجرامه الحقيقي وشراسته في تعامله مع المناضل ومع مع أي فلسطيني، مع الوجود الفلسطيني. فكانت هجمة على إحدى عناوين معركة طوفان الأقصى وهم الأسرى، فبالتالي كانت الهجمة بحرمان الأسرى من كافة الحقوق التي عملوا عليها لمدة سنوات طويلة لتوصلوا لهذه الحقوق التي كانت عبارة عن مأكل وملبس وزيارة أهالي وتمثيل فصائل داخل المعتقلات. لقد تم سحب كافة مقتنيات الأسرى، لقد تم سحب ملابسهم الشخصية. يعني متى كانت آخر مرة تواصلتم بها مع أسراكم أستاذة فادية؟ أنا يعني مكثت 100 يوم لا أعلم إذا كان زوجي وابني على قيد الحياة أم لا. قبل شهر تقريبا تمكن محامي من زيارة زوجي، وأيضا تمكنت محامية من زيارة ابني، فزوجي في معتقل ريمون وهو في أقصى جنوب فلسطين، وابني في معتقل عوفر، الاثنين يعانون من الاعتقال الإداري. فطوال يعني في هذا الشهر الخامس مرة واحدة تمكن محامي من زيارتهم لمدة 10 دقائق، وإبلاغنا بأنهم يعانون من ظروف سيئة في ظل هذا البرد الشديد، ينامون على الأرض ببطانية واحدة وفرشة، يعني لا يطلق عليها لقب فرشة، ممنوع الخروج من الغرف، لا توجد إنارة، زوجي في معتقل ريمون تضاء الكهرباء ليلا وقت العدد، وهذا الوقت لا يتجاوز الساعة. هل هناك تهم معينة تم توجيهها؟ هل هناك أحكام معينة تم توجيهها لهم؟ عندما نتحدث عن الاعتقال الإداري نحن نتحدث عن اعتقال بناء على ملف سري دون تهمة حقيقية. التهمة التي وجهت لزوجي وفي اعتقالاته الإدارية المتكررة بأنه ينتمي لتنظيم إرهابي، يعني كما يقولون عن حركة حماس، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الدولة. والتهمة التي وجهت لأبني بأنه ناشط في القطاع الطلابي في جامعته، ووجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الدولة. لقد تم إبلاغ الأسرى وبالذات الطلبة الأسرى الذين تم اعتقالهم ما بعد 7 أكتوبر بأنكم أسرى حرب، وستعاملوا بناء على ذلك، وستحرموا من كافة الحقوق. وهذا يتجافى مع الصورة التي رأيناها وقت إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وظروف الظروف التي تحدثوا عنها والمعاملة الإنسانية التي تلقاها أسراهم. بالأمس أعلن عن شهيد ثامن ارتقى في المعتقلات الإسرائيلية، وليس من السهل على أحالي الأسرى عندما يعني أنا كأم أسمع باستشهاد أسير في عوفر فقط. هذه الحرب النفسية تعلن إدارة السجون، تم يعني
مات فلسطيني في ظروف سيتم، أو أسير فلسطيني في ظروف سيتم الكشف عنها، يتم التكتم على اسمه في نعم. محاولة لتقييم أهالي طيب، هؤلاء الأسرى. نسأل الله أن يفرج قريبا عنهم. اسمحي لي أستاذة فادية أن أخرج قبل مواصلة حوارنا. نقف قليلا مشاهدينا مع هذا التقرير الانفوجرافيك التالي، والذي يظهر ازدياد حدة الغضب الشعبي العالمي إزاء جرائم الإبادة في غزة ونفاق الموقف الأمريكي والغربي منها. حياكم الله مشاهدينا في عودة لهذه التغطية المستمرة لما يجري من أحداث في غزة. أنتقل بالسؤال هنا إلى الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، يعني قبل الفاصل كنا نتحدث مع الأستاذة فادية عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وانعدام يعني الظروف الإنسانية لهم. برأيك ما الذي جعل، أو عفوا يعني ما مستقبل هذه الأوضاع؟ هل هناك أمل بتحسن هذه الأوضاع وفقا للمفاوضات الجارية الآن بإطلاق الأسرى، أم أن يعني هذا لربما موضوع لن يؤثر عليه أي ملف آخر؟ الأمر الواضح هنا ما تحدثت به الأخت عن الأسر وحالات الأسرى الموجودين في قطاع في فلسطين المحتلة، هذا كل الأمر في كل السجون الإسرائيلية هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان وتجريدهم من كل ما هو حق العيش في هذه السجون. نحن نعلم هذا الشيء، وهنالك تقارير دولية وهنالك تقارير من منظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص، ولكن السؤال هل هنالك جدية من الدول الأوروبية أو من الدول المعنية أنه تقوم بإجراءات أو بالتنقيب عن ما تحدث في انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنه تمثل حقوق الإنسان وتناضل من أجل حقوق الإنسان وتعتدي على الدول العالم باسم حقوق الإنسان وتنتهك بنفس الوقت وهي تشارك بهذه العملية الإجرامية، والدول الأوروبية تشارك بهذه العملية بصيغة مباشرة أو غير مباشرة بانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية؟ هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية، نعم هم يعلمون هذا الشيء وعندهم التقارير من قبل مؤسساتهم الخاصة بهم كدولة، وهنالك يعني تخاذل أمام الكيان الإسرائيلي بهذه الموقف، إنه هنالك هم متضامنين معهم وهم يعاملوه. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أول من انتهكت حقوق الإنسان في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت في فيتنام وإذا كانت في نعم. سوريا وإذا كانت في العراق، هذه إذا هذه الانتهاكات التي تنتهكها الولايات المتحدة الأمريكية وتحث إسرائيل على انتهاكها، أو ترى شكرا. إسرائيل ماذا تعمل؟ نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبر الهاتف من فيينا، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا الأستاذ ضياء الشمري. أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا ضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية الكاتب والصحفي الفلسطيني
عمر نزال، والشكر أيضا للأستاذة فادية البرغوثي الناشطة والكاتبة السياسية التي كانت ضيفتنا أيضا عبر سكايب من رام الله. أشكركم جزيل الشكر ضيوفنا الأكارم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.